عليكم مرحبا بكم على قناه مرتك على الفيسبوك وكذا اليوتيوب. في نوفي فيديو، الفيديو تاع اليوم تتعلق ب لي فواياج اورغانيزي فير لوروب. لي فواياج اورغانيزي نقدروا نقولوا عندي بزاف دركا، عندي بخاس 3-4-5 بلاك 6 سمانات وانا نشوف في دي بوبليكاسيون الله يبارك يقول لك ويدير لك كتيبه مزخرفه ومزركشه، يقول لك فواياج اورغانيزي فير باغ اكزومبل لاسبان، فير لا بلغاري كيما درتو انا، فير الالمان، كل مره يخرج لك حاجه جديده هكذا. لكن شوف نفهمكم حاجه، انا الناس تقول لكم هذه عندنا فواياج دي فواياج اورغانيزي فير لاسبان لا بلغاري الالمان اي دوله اوروبيه اون جينيرال. حطوا في بالكم حاجه بلي الفواياج هذا ماهوش بور تو مون، معناها السفر هذايا ماهوش متاح للناس الكل، ماهوش متاح لجميع الشرائح العمريه. معنش معناها اول نقطه لا كاتيجوري داج، لاج يلعب دور كبير في سو جور دو فواياج اورغانيزي. لازم تكون ما تكونش 18 سنه، 19 سنه، 20 عام، 22 عام، 23 عام، 24 عام. لاج هذو تاع لي جون مش معناها ما يمدولهمش، يمدولهم مش معناها ما يقبلوهمش ما يقبلوهم، لكن عندهم حظوظ قليله جدا. وانا ما نكذبش عليكم حبيت ندير الفيديو هذايا باش نبروفيكم حاجه وباش نقول لكم الحاجه اللي هي ماذا بيك ما تبنيش ان بروغرام دو فواياج على حاجه تقدر تصرا وتقدر ما تصراش في ميم طون. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، لازم تعلموا باللي كاين سارتان فواياج، وإذا ما قلناش نقولوا وكل لي فواياج هذوما يدومونديو عليك على الأقل تكون عندك فيزا شنغن من قبل. مش معناها تكون مديتي قبل فيزا شنغن فواياجيتي بها ولا ما فواياجيتش بها زي كيف كيف، ليسونسيال عندك فيزا في الباسبور تاعك و باش تقدر دير في البروغرام دو فواياج اورغانيزي. هنايا نستنجو نقولوا باللي 80% يعني أنا درت أسهل فواياج برومو تاع لا بلغاري من بلد هذيك حبستها كاريمون، لاني استنتجت استنتاج واحد مش هو الاستنتاج هذايا، استنتاج سهل وبسيط. اغلبيه الناس اللي يحبوا يدخلوا في الفواياج اورغانيزي فيغ لوروب راهم حابين يحرقوا كل شيء، هذا ما كان. سي بور سا حبيت ندير لكم كالكو انفورماسيون في الفيديو هذا باش نقول لكم الحاجه باللي اغيتي فو حبسوا قبل ما تعيطوا لاجونس، قبل ما تهزوا التليفون تاعكم وتعيط الانسان اللي حاطه بيبليكاسيون هذيك سيغ فيسبوك والا لقيتها برا ولا في لاتيلي سا ديبون. خمم بيان، اذا كنت جون ما كان لا تعيط له قدر ما يقبلكش 90%، اذا ما كانش عندك فيزا شنغن كيف كيف ما كان لا تعيط له ماهوش حيقبلك. فهمتوني كيفاه؟ وكاين 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 امور كثيره، من بين الامور هذيك الحكايه تاع لا غارونتي هذيك ولا لا كوسيون يخليها ورابط 20 30 ولا 40 مليون فوالا ما حنايا تخليها في لاجونس حتى باش يضمنوا هما اذا رحتي ما تحطش الفيزا تاعك وترجع. فهمتوني كيفاه؟ هنا كي نجيو نعملوا عمليه حسابيه دقيقه والى بسيطه خلاص نقولوا 1+1+1+1 يساوي 4. هذا هو الفواياج اورغانيزي، حاجه تافهه معناها التيتر مخدوم من ذهب يبرق معناها يبان من البعيد، مي باغ كونتخ كي تقدم للقدام تلقاه جوست دي لوميير مكسرين، دي لوميير شهب ما كاين والو. الانسان اللي يحب يفواياجي ني فواياج اورغانيزي فيغ لوروب ني ريان دو تو، تحب تفواياجي اونغاجي خدم مخك اتعب شويه دير فيزا وروح وحدك لصواردك. كان معكم كي العاده مرات تاي من مكتب فيزا عندنا بقى تعال يا فرحك هب تعال لي فرحك اخواتي والى اللقاء تلمع صعيم من هضره على الطهرب تشاو.